في علاقه كي نختموا نحوصل للملف الحكومي قبل ما نرجع لك لزياره القادة الاوروبيين، الاداء الحكومي او الناس اللي تنتقد رئيس الجمهوريه وتقول صار عنده برلمان وكانت الحكومه مؤقته، كان من المفروض يعمل تحوير وزاري، كان فما وزراء ادائهم طيب كان ينجم يعاود يخليهم في الحكومه الجديده اللي هو ما صارش تحوير وزاري شامل اليوم. اكيد نحن بدنا طلبنا بتحويل وزاري، هناك بعض الشغورات، هناك زاد بعض الوزارات اللي يقولوا نحن الاداء نتاعهم يعني موش يعني حسب المستوى، كما نشوف وزارة البيئة مثلا مؤخرا يعني لابال والمشاكل اللي عملتهم وكالة حماية شريط الساحل، وحكينا لها نحن كيفاش قاعدين يهدموا في ممتلكات العبيد على البحر، ويقولوا عاو طيح وعاود ابني، جابوا لهم قانون بتاع 95 و2014 تو تفكروهم. دايوغ فما عدد من النزول وحكينا فيه كان هذا الموضوع مهدين اليوم بالفعل. نحن اول ما بدا حكينا ليه الموضوع هذا، ومن بعد سمعتكم حكيتوا لي في اليافين في اللي يسمح كيولي في الهيام والشمسة فيهم صحيح، لكن هذا يعني تعسف فيه من الوزارة ذي، تعتبر وزارة فاشلة. أين الوزيرة وقت اللي وزارة زيت البيئة وقت اللي الإدارة ذي وكانت حبيت تشارد ساحلي تجي لأصحاب نزول قولهم طيح وعاود بنيه، ولا ساعات ما تجاوبش لا تعطي رخصة بين عام لبي باش ترخص له، اللي هو توا السيزون بدا وباش يذاع عليه السيزون وباش يخدمك 3 شهور 4 شهور. إذا هذا اش قلنا؟ قلنا الوزارات اللي يعني فيها معجز ولا فيها يعني بطء ولا لازم يصير تحويل وزاري، هو تحويل وزاري باش يصير، لكن ثم توقيت نتصور أنا تحويل وزاري باش يصير بعد 25 جويليا، فهمت؟ هذا هو باش يصير ديما ريالمون ديما يصير فيه تحويل وزاري مرتقب بعد 25 جويليا، وكذلك هناك تحويل وزاري. علاش مش قبل 25 جويليا؟ والله ماك تعرف توا برسك هي السنه السياسيه تتختم يعني مع مناسبه، ثم المناسبه تاع 25 جويليا يقع تقييم يعني السنه السياسيه هذيك بعد الاحتفالات يعني بالذكرى تاع 25 جويليا باش نعملوا احنا مؤتمر فيها ان شاء الله، باش يكون يعني هناك تحوير وزاري، يعني باش يكون تحوير وزاري يعني بالحجم الثقيل. فهمت شو معنى بالحجم الثقيل؟ باش نجيبوا عباد اقتصادية بالأساس، ناس الدبابات متاع اقتصاد، لأن الوضع يستحق رجال اقتصاد على اختلاف مشاربهم، وإلا من الحجم الثقيل نستنيو الناس اللي مكونة للبرلمان باش يطلع منهم وزراء أو بعض النواب باش يكونوا وزراء في ناس يبيس بعض النواب، أما باش تكونوا بالحجم الثقيل هو باش تكون يعني تحوير كبير مش تحوير يعني جزئي، الحاجة الأولى شامل الناس يكون في برسك في 90% شامل، لكن باش يكون كما تقول أنت بجيه يعني ناس يعني كفاءات، هناك يعني عدة أسماء مقترحة في عدة وزارات باش تكون يعني باش ياخذ الكفاءات، وخاصة باش ترتكز عملها على الجانب الاقتصادي، باعتبار أنت هاك تشوف تونس يعني مشكلتها الأساسية هي الجانب الاقتصادي. هذه معلومات مؤكدة ولا تخمينات سي محمود؟ والله الجواب هذا ديما تحرجني به يعني تخمينات. ما تحبش تعطينا التفاصيل. هي أنا نعطيك أنا يعني قلت لك باش يصير التحويل باش يصير وباش تكون يعني الناس بحول الله. فما يعني تحويل وزاري وبعد 25 جويليه. واو كذلك. وشامل. اي نسبيا شامل نسبيا شامل، نجم بعض الوزارات يقعدوا نجلة بودن من التحوير الشامل ولا مش في التحوير الشامل؟ والله ما عنديش فكره، انا اعطيتك قلت باش يصير تحوير، انا مش نعطيك الوزارات بعينها والاسماء بعينها.